بالوقت اللي كنا نحن لحد سنة 80 كنا 80% طبقة متوسطة في لبنان، لذلك كان في استقرار. نحن اليوم ما بقى في عنا طبقة متوسطة، وهذا موضوع الانهيار لبنان. حكينا عن القضاء، عن استقلالية القضاء، عن ضرورة أنه ما يصير في فراغ بالقضاء، عن ضرورة تشكيلات بالقضاء. حكينا عن كرامة القضاء، عن كرامة القاضي، عن نزاهة القاضي، عن حرية القاضي ما يكون منتمي لأي فئة من الفئات، وعدم تدخل الناس بشؤون القضاة. يقدر القاضي يحكم حسب ضميره وحسب العدالة. حكينا عن كل هالقضايا، حكينا عن موضوع الساعة، التهريب، هل شوه وجه لبنان، هل أمكان العبور من لبنان، خاصة المخدرات والكبتاجون اللي راحت إلى الخليج عبر السعودية، اللي كمان سكرت الباب علينا، ونحن نعرف أنه 80% من منتوجاتنا الزراعية بتروح على الخليج. طبعا حكينا مع فخامته، اليوم رح يكون في اجتماع لهذا الموضوع، داعي علي فخامة الرئيس. بس نحن ما فينا نخسر، لأنه الأجهزة الدولة مسؤولة صحيح، بس أجهزة الرقابة وينها؟ ما بيقدر لبنان يكون مهرب وتبقى كمان حدوده مفتوحة، الشرقية والغربية، الشرقية والشمالية مفتوحة للتهريب خروجا ودخولا. ما بيقدر لبنان يكون معبر بالأمس إلى السعودية كما شوه بالسعودية، بعدنا بيوم باليونان. ما بصير، مش هيدا لبنان، مش هيدا لبنان الحضارة. هالقضايا حكيناها مع فخامة الرئيس، بعرف إنه هيدي أمور حملها بقلبه، لكن تنقول إنه هيدي أشياء عم بتمس بكرامة كل اللبنانيين. واليوم الضحية الكبيرة بهالموضوع هن المزارعين. أمر الله ساعة بيجي البرد، ساعة بيجي عوامل الطبيعة بتخرب المواسم، مرة بتجي الأمراض، هلأ إجا الجراد، شوي إجا خبرية التهريب. طيب هول المعطيك بدنا نعيشه. والعنصر الزراعة هو عنصر أساسي بالاقتصاد اللبناني. كل هالقضايا بالحقيقة حكيناها مع فخامة الرئيس. وكمان في نقطة أساسية بدي أقولها هون، مش كل مرة في مشكلة إدارية قضائية مؤسساتية نعمل له وجه طائفي، وجه مذهبي. ما بصير إنه كل مرة لا بنحط فيها قضايا طائفية. يا جماعة نحن بدنا نعيش مجتمع متنوع، مجتمع متعدد، بقى نحترم بعضنا البعض، بقى نحترم هذا التنوع. وهون هون الإعلام له دور كبير. الإعلام له دور إنه ما يشحن هالأمور، ما يبين الإعلام إنه هو بصير يشحن يشحن يشحن. بدنا نعيش مرتاحين بقى، ما بقى فينا نعيش بهالتوترات. بدكم تساهموا معنا كم إعلاميين، كل الإعلام بده يساهم، يطفي النار يطفي النار، ما نكب البنزين على النار بالأحرى. هذا الحد لكم إياه. سيدنا من بعد هاللقاء، وطبعا بلشت فيه بتأليف الحكومة، هل ممكن من بعد هذا اللقاء تكون لك كمان تواصل مع أفريقاء بينهم الرئيس المكلف على مسار تأليف الحكومة؟ أنا مش أنه عم بعمل وساطة مع حدا، أنا بالنسبة لدوري بحديثي مع كل الناس، مع كل المسؤولين، ومن طالب الجميع بأنه يألفوا حكومة، وبس بدون ما ندخل بأي عمل وساطة أو ندخل بأي حلول نحن منقدمها. نحن لنا حدود بهيدا العمل، بس أهميتنا وأهمية الكنيسة عامة إن الضم فاتح الخط مع الجميع. لازم يكون في حلول قريبة، خاصة إنه في تحرك، صار في تحرك. الرئيس المكلف راح مؤخرا على الفاتيكان، قبل كان بروسيا. هذا التحرك اللي عم بيستقبله مش معناها إنه بيستقبله بس وفلينا، معناها في متابعة. سيدنا بغض النظر عن موضوع المخدرات، شيء تاني، في وجهة نظر بتقول إنه زيادة الفقر والضغط والحصار بلبنان صار عم بصير في تهريب أكثر من قبل،
برأيك يعني الأمور المعيشية عم يوصفوكم أنه أنتم عم تدافعوا ما بعرف لا عن مين ما عن أنه أنتم والأرثوذكس والكاثوليك عم تدافعوا عن تجار الهيكل هيك عم بيقولوا من بعض الصحف لما في فقر في إرهاب لما في فقر عم نساعد الناس يروحوا على الإرهابيين ينخرطوا بالخطوط الإرهابية لما في فقر بيسرقوا لك بيتك لما في فقر بيقتلك ليشلحك معلوم الفقر هو باب كل الإرهاب وباب كل المشاكل بالدولة ليش أنا كنت عمل بقلكن لحد سنة 80 كان 80% طبقة متوسطة كان عندنا استقرار ما كان في هيدا بس جوعني اللي هيك صلي لا بدي أعتدي عليك هذا موضوع موضوع الثاني لا موضوع أنه يصير فيه التهريب عبر لبنان وأجهزة الرقابة أو مغمض عيونه أو مش مدركة أو في حدا بيغطي هيدا موضوع تاني هيدا مش مسموح شكرا لكم من بعد زيارة الرئيس المكلف للفاتيكان شفنا هجوم من الفاتيكان على طرف سياسي معين هل حضرتك بصدد المعلومات أنه الفاتيكان الفاتيكان لا يهاجم أحدا نعم. وبكركي لا تهاجم أحدا هم يهاجموننا شكرا